نقطة تحول. يعني خالد جلال نقطة تحول كبيرة في حياة نضال الشعبي. وإذا كان يعني خدت خطوات فهو كان هو سبب رئيسي في حياتي بعد ربنا سبحانه وتعالى، هو خالد جلال. لأنه خالد جلال هو من أنجح المخرجين المسرحيين على الإطلاق في مصر بدون نقاش وبدون نزاع. أخرج للوسط الفني كم من النجوم، وأنا أكون عنصر منهم يعني في آخر القائمة. هو خدني من بعد ما كنت متخرج من أكاديمية الفنون، معهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، وقاعد بقى إيه كل كعوب الكوبايات عملتها، يعني كل اللي كده واللي كده، وهاملت ومكبس ومش عارف ايه، وهنري الثامن وهنري ال 13 وهنري ال 83، يعني بصي كله بقى يلاقيني كده اصفراوي ومش عارف ايه، ونيجي نعمل حاجات فتلاقي المهم ايه خربت. مش قصدي اغلط في الاكاديميه والبتاع، ولكن يعني في النهايه انت بتتعلمي قيمه كبيره جدا في الاكاديميه وبتستفيدي منها حاجات حلوه كتير للي عايز يستفاد. فما كنتش دقت، لان شكلي كان حاكمني الى حد ما في الاكاديميه، طعم الضحك، طعم ازاي تبقى تطلع الضحكه من الناس، تستمتع وانت بتطلع الضحك. اللي هو قبل سيد بقى كان عند خالد جلال، هو اللي هناك عمل لي فورمات الديسك، الهارد ديسك كله عمل لي فورمات، وهنزل سوفت وير جديد خلاص بفكره الكوميديا. ويمكن انا قعدت 3 سنين في المركز بدرس هناك، يمكن مش يمكن 95% من الاعمال اللي انا عملتها كانت كوميدي. ومن هناك شافني استاذ شريف عادل وانا بعمل ضحك، فخدني عملت سيد تامر وشوقي. استاذ شريف عرفه ده يعني مش عارف اقول لك ايه، يعني ده ابويا الروحي، مكتشفي العظيم، تفخر مصر ان بها رجل يحمل اسم شريف عرفة. تفخر مصر بجد ان هذا الرجل رجل عبقري عظيم في فن الاخراج السينمائي في مصر. ثقته فيا، حط ثقته فيا، وشاف ان انا الى حد ما عندي شيء، وقام انت مش متخيله عمل معايا. ومن غير، وهو قليل الكلام جدا، يعني انا ممكن عايز اقول لك انا اعرفه بقالي اكتر من 8 سنين. انا لو جمعت الكلام بتاع استاذ شريف عرفه الفيس تو فيس بشغلنا بقعدتنا بكل الكلام ده ما ملاش نص صفحه. قليل الكلام جدا. لكن هو ما بيؤمن بحد خلاص اللي بيحطه في حاجات وبعيده عن بعضها، يعني اللي يقول لك ان يرشح نضال الشافعي في سيد تامر وشوقية وبعدين ياخدني في فيلم الجزيرة أعمل فضل الأخرس، وبعدين ياخدني في لحظات حرجة أعمل دكتور تامر الطبيب المستهتر اللي عنده مشاكل وفظيع وفايجر وابن هزينة، لا 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 لا، يعني ده يعني كان لي الشرف إن أنا يكون هو المكتشف بتاعي، وإنه يضع ثقته فيا، وأتمنى ان انا اكون يعني دايما اي عمل بعمله بتمنى ان انا اكون عند حسن ظنه، لانه هو زي يعني هو فرق السن مش كبير قوي، ولكن زي ابويا الروحي بجد. كان صديق واخ ومخرج في غايه الروعه ومتميز، مش انا اللي هقول عليه كده، اعماله ونجاحاته كبيره. يمكن بس انا ووائل ما اشتركناش في اعمال كتير مع بعض، يعني هو كانت انا رايح بس ضيف شرف معاه في فيلم بوكس مع استاذنا العظيم الزعيم عادل امام، وما اشتغلناش مع بعض تاني. يمكن كان في عمل ربطنا مع بعض، يعني كان بطولتي مع محمد امام، مع كنا هنعمل كده فيلم يعني، وكان وائل احسان هو اللي كان هيبقى المخرج بعد ما خلصنا فرقه ناجي عطا الله على طول، وللاسف ما حصلش نصيب يعني. لكن وائل صديق واخ اكتر من رائع، وانسان غايه في الجمال زي ما هو مخرج غايه في الجمال. ساندرا نشات يعني مخرجه، طبعا هي مخرجه عظيمه ورائعه وهايله وكل الحاجات الحلوه فيها طبعا، بس هي بالنسبه لي يعني ايه
اول لغايه قطرك. يعني كان بالنسبه لي سندرا نشأت كده. يعني انا كنت شغال في المسرح، وقبل ما استاذ شريف يشوفني وقبل ما يحصل اي حاجه كانت سندرا موجوده في لجنه القبول بتاعه مركز الابداع، كان الاستاذ خالد جلال جايبها معاه يعني، عشان كان في مشاريع متشعبه يعني انه عايزين نعمل تمثيل سينمائي، والتمثيل دي كان من ضمن الاهداف من المركز، فهي تقريبا اللي اختارت الدفعه بتاعتنا وشافتني من اول ما دخلت الى ان كنت بعمل مسرحيه من مسرحيات بروفات دير، وكان بتعمل ساعتها ملاك اسكندريه، وقالت له انا عايز انطال عشان يعمل البتاع. اول مره تقريبا، مش اول مره، مش تقريبا، اول مره في حياتي اقف قدام كاميرا سينما كان من خلال فيلم ملاك اسكندريه، واختيار سندرا نشأت ليا وليها كل الشكر وجزيل الاحترام يعني.